شوق انا احبك، بس شنو اخره الحب هذا دام ابوك رافضني من الاساس؟ ابوي رافض كل الناس وانت تعرف، بس انا موافقه واخوي موافق. ما يكفي شوق، انت تحبني صالح؟ يبا والله احبك وما اقدر اعيش بدونك. صالح انا بعد احبك، ما اقدر اعيش بدونك. ما يكفي شوق. بعد اسمع شنو اللي قاعد بطاقتك عندك؟ ايه معي. تمام، الحين بتي سمح مديرة اعمالي وتعطيك العقد ان شاء الله. بس شو اسوي الحين يعني؟ سمح بتي تفهمك، اسمح لي. فيصل وقع العقد ودي نسختنا. خلاص احتفظي بالعقد عندك، ولا تنسين عندك موظف تعطينا راتب آخر الشهر إن شاء الله. هلا نور. عليش تأخير 20 دقيقة، ومرة ثانية التأخير ممكن يخسرك الدرس. عسفة أستاذة، ما راح أعيدها مرة ثانية. ماشي، هذه أول مرة وآخر مرة. ومرة ثانية إذا جيتي دخلي على طول من الباب ليل مرسم دايركت، يعني لا تصعدي لي فوق، أوكي؟ إن شاء الله. شوف فيها شيء؟ اختك مو بخير يا يمه، تعال الحقنا. تعال الله يخليك. زين زين يمه، كان ياك ان شاء الله. صار انا لازم امشي. صاير مشكله عائليه. فيصل مرام وين؟ أنا برا، في شيء؟ سيارة عندك؟ إيه؟ سمعي، بسرعة صبقيني البيت، شوق تعبانة. إيش فيها؟ إيش صاير؟ نفس كل مرة، أبوي طاير. سمعي، أنا طلبت الإسعاف، أول ما الإسعاف يوصل البيت على طول ودوني المستشفى. إيه كان ياي أنا،